اليوم رح نحضر سوا وصفة البرغل عبنادورة. مكوناتها كتير سهلة وسريعة ومن أطيب الأكلات اللي ممكن تكون موجودة على السفرة. نحن بحاجة لبصلة كبيرة مقطعة صغير، 3 روس بندورة كبار مقطعين بهذا الشكل، بحاجة لكباية برغل، ملعقة صغيرة من الملح أكيد حسب نحن الدوقان قدي بحاجة، في ناس يعني بتدوقها ممكن تحط أكتر، وبحاجة لزيت نباتي وبحاجة كمان لشوية زيت زيتون. أول شي حنحط البصل، حضف له زيت النباتي. هلا بلشت البصلة تتقلى مع الزيت مثل ما شايفين، بس لا تبلش تصير البصلة ذهبية بهاللون حضيف البندورة. اسمع البصل، رح ضيف هون شوية ملح، ما كل الملعقة، حخلي النص الثاني لمن بعد ما ضيف المي لشوف إذا هي بحاجة لملح ولا لا. ريحة البندورة مع البصل وزيت النباتي بتشهر. شفتوا البندورة عم تغير لونها؟ كل ما كترنا بندورة كل ما أطيب بهيدي الطبقة، وزيادة عن هيك كل ما كانت مستوية كل ما حتعطي طعمة أطيب للبرغل على بندورة من إنها تكون قاسية البندورة. من الأكلات اللي كتير بسيطة وكتير طيبة وبيتقدم معها كذا أنواع من السلطة، فينا سلطة الزعتر الأخضر إذا موجود، فينا لبن، فينا سلطة الخس. الريحة بتشهي من قبل ما احط البرغل. هلا خليني اشيل الملعقة، بس لأحصل على هيدا المزيج حضيف البرغل. اكيد البرغل غسلته وصفيته منيح. هون عم نحكي على برغل خشن لأنه في نوعين من البرغل، ناعم والخشن. أحركه مع البندورة، في ناس بتحط صلصة البندورة بس أنا بدي أتركها على طعمتها لأنه صلصة البندورة حتعطي طعمة خاصة فيها للبرغل، وأنا بدي أتركها على طعمة البندورة. حضيف بس شوية زيت نباتي من اللي كانوا باقيين عندي فوق البرغل، حارجع حركهم، حأرجع زيد لكل كباية برغل، أنا بحاجة لكباية ونص مي. حدوق الملح، حأرجع كفي نص ملعقة الملح اللي كنت محضرتها. يعني الطبخة بحاجة لملعقة صغيرة ملح، نصها بستعملها أول شي لما أقلي البصل مع البندورة، والنص الثاني بستعمله لما زيد المي. هلا بدي غطيها لتستوي على رواق، بس قبل شفتوا اللون اللي حصلت عليه بدون ما زيد صلصة البندورة؟ هلا بخفف النار عليها على الاخر وبتركها لتستوي، ما ضروري سكر عليها، حسكر نص غطا. لما تبلش تنشف عن الوجه ححط رشة زيت زيتون وبرجع بغطيها لتكمل استوى على رواق. يعني أمير أول مرة بياكل البرغل على بندورة اجى على الريحة، قال لي شو هالريحة بتشهي، خاصة هلا مع ريحة زيت الزيتون. هلا نشفيه حشيله عن النار واسكبه. مثل ما قلت لكم فيكم تقدموا معها سلطات مثل سلطة الزعتر، فيكم فتوش، فيكم في عندكم نوعين من الزعتر، الزعتر الأخضر وزعتر البري، اثنين بيتقدموا معها بيطلعوا كثير طيبين. وفينا كمان نقدم معها لبن، مع هالفخارة استحليت حط لبن. ليكوا صراحة زعبرنا دقنا قبل ما ادوق قدامكم لأنه أمير ما قدر يقاوم الريحة، وبما إنه أول مرة بده يدوقها تشجع كثير. هلا حدوق قدامكم مع لبن. يقتل، يعني طعمة البرغل البندورة
زيت الزيتون كله مع بعضه لا يقاوم، وبنصحكم كتير تجربوها.